عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أم البنز من جديد. اليوم عندي ليكم سؤال بألف أورو، ما هي العلاقة بين بعض الشعب التونسي، لا أريد أن أعمم، والفارينة؟ يعني إيه الفارينة؟ يعني الطحين، طحين القمح. نخليكم تفكروا، يلا تيك تاك تيك تاك تيك تاك. لقيتوا الإجابة؟ الإجابة سهلة على الأخر. العلاقة بين الشعب التونسي والفارينة هي قصة حب لا تنتهي لا تنتهي. واليوم قصة الحب هذه مع الفارينة، الشعب التونسي ظهرها، الشعب التونسي وراها مع سيد ماكرون. ماكرون فرحوا به، الشعب الكريم، الشعب الفارينة فرحوا برشا برشا بماكرون. انا اعطيتوه ان بان دو فول عمره ما يحلم بيه حتى في فرنسا. حتى الفرنسيين ميعملوش احتفال بهذه الدرجة. فرانشمون مون ديو، طيحتوا المقاييس، كسرتوا كل المقاييس. تفرجوا وشوفوا يا ناس. يحيى فرنسا. يا وخذي يا قلي، من وقتاش فرنسا راجل؟ حتى في اللغة الفرنسية نقول فيف لا فرانس. فرنسا رديتها راجل؟ فرنسا من وقتاش استرجلت معاكم؟ من وقتاش استرجلت معاكم فرنسا يا حبيني؟ شو الحكاية هذه؟ يحيى فرنسا يحيى فرنسا يحيى فرنسا، معناها كأنك قلت بالفرنسية فيف لا فرانس فيف لو فرانس. يعني انتم لا تعرفوا تكلموا اللغه الفرنسيه ولا تعرفوا تعبروا بالفرنسيه بالعربيه. بصراحه شو نقول لكم، كسرتوا المقاييس الكل، ما فماش يا با بلو فور كو سا، وزت لي بلو فور. اكبر اكبر شعب فارينة. بالله قولوا لي شنو الفرق بين اللي يقول يحيى فرنسا يحيى فرنسا واللي يقول تحيا اسرائيل تحيا اسرائيل. تفرجوا بعينيكم، شوفوا شوفوا هذا الرجل العميل، هذا الرجل الحشرة، هذا مش رجل بصراحة، حتى مره ما جاش، انسان انسان محطم، انسان مباع، اسمه نبيل المحمدي وانا نسميه عميل المحمدي، اللي باع نفسه لاسرائيل. تفرجوا شنو قال على اسرائيل. تحيا اسرائيل تحيا اسرائيل تحيا اسرائيل. نبيل محمدي مهتفي قرطاج فونداسيون بياس. اليوم تم استضافتي من قبل طوكيو ماسونيك سنتر. نحب نشكرهم على الدعوة والاستضافة نتاعهم. أنا شيخ لنا في طوكيو، أموري واضحة، جو يحلى جو. وانتم هاكم غادي في بلاد 3 سنة حضارة، في بلاد ديمقراطية كما تقولوا أو تدعي. شنو هي دعوة ترحيل نبيل وهاتوه من طوكيو؟ انتم عندكم دولة من أصل، عندكم بوفوار. فور نتاع الدولة التونسية حتى تاويل. تجيبوني تنجموش تجيبوني. وتحيا اسرائيل تحيا اسرائيل تحيا اسرائيل. وتحيا اسرائيل ويحيا فرنسا، وتحيا اسرائيل ويحيا فرنسا، وتحيا اسرائيل ويحيا فرنسا، وتحيا اسرائيل ويحيا فرنسا. يا عيني يا العملاء والخوانا. تحيا إسرائيل تحيا إسرائيل تحيا إسرائيل. بالله صوته المخنث، صوته متاع بنية، صوته الديوث. بالله قلولي شنو هذا؟ هذا هذا مش راجل، هذا حطام راجل، هذا مباع. تحيا إسرائيل تحيا إسرائيل. برا سيدي برا، يمشي لإسرائيل، شنو شدك؟ شكون شدك؟ أه؟ وان بلوس يقول فيها وراه رمز الماسونية العالمية، يعني هو نداء
غير مباشر لكل الشباب المحطم باش يستعين بالماسونية العالمية. يعني ما فماش حتى فرق بين اللي يقول يحيى فرنسا يحيى المستعمر تحيا إسرائيل تحيا إسرائيل. يعني شنو إسرائيل وشنو فرنسا؟ ما هي فرنسا إسرائيل وإسرائيل فرنسا. يعني كل الناس تعرف أن فرنسا متصهينة. يعني سي با ان سكري دو بولوتشينيل، فرنسا يحكموا فيها الصهاينة وهذا كل الناس يعرفوه والفرنسيين أصلهم يعرفوه وحتى القدوس يعرف. وتحيا إسرائيل ويحيا فرنسا، وتحيا إسرائيل ويحيا فرنسا، وتحيا إسرائيل ويحيا فرنسا، وتحيا إسرائيل ويحيا فرنسا. يا عيني هالو يحيى فرنسا الا نهبتكم ثرواتكم، يحيى فرنسا الا هزت لكم الفوسفات، يحيى فرنسا الا تاخذ لكم في الملح ب 1 سنتيم الكيلو، يحيى فرنسا الا عامل ثروتها على حسابكم، يحيى فرنسا البنات الطريفه نتاعها من حديدكم، يحيى فرنسا ويحيى فرنسا. وعلاش ما يحياش فرنسا؟ خاطر فرنسا عطتنا موديل التعليم اللي هو فاشل 100%. يحيى فرنسا على خاطر صدرت لنا الثورة الثقافية اللي جبت لنا المساواة في الميراث، إلغاء المهر، جبت لنا تحليل الزنا، صغير ياخو اسم أمه، جبت لنا الثورة الثقافية ماسونية اللي هي ضد أحكام الدين الإسلامي. يحيى فرنسا، زيدوا قولوا يحيى فرنسا وندبهم ويحبيني عليكم. يحيى فرنسا يحيى فرنسا، من استعان بغير الله ذلة، من استعان بغير الله ذلة. هذا الشعب الثورة، هذا الشعب ثورة 14 جانفي 2011، من تحلم ولا نام في كوشمار ولا نعمل في حلم مزعج؟ شنو هاللحاسة؟ شنو هالقفافة؟ شنو هالقوادة؟ شنو هذا؟ بشوية لحستلو صباته ماكرون، بشوية لحستلو صباته مكبر سعدو، صح عليه صح عليه. بالأخص الظل، نطلب فيزا. سلفا يا كريم تعالى، يحيى فرنسا يحيى فرنسا يا كريم تعالى، أعطيني فيزا. يعطيك فيزا تبوزك، عملتونا الذل، عملتونا العار، عملتو الريحة سابو 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 سابو، في الاخر عطاك الفيزا؟ ولا حسبت ولا هو ماكرون عرضته تونسية في فرنسا، قال انتي تونسية؟ قالت له وي، قالت تحب تجي معايا لتونس؟ قالت له والله انا روحت في اوت في شهر اوت اللي تعدى، اي مسيش نرجع معاك. اي تمشيت تونسية، عمل بها، عمل دي فيديوهات، عمل كلكو لايك وكلكو بارتاج، وروح لتونس. مشي لتونس في بالكم التومة اللي باش يهزكم باش يرجع بيكم لفرنسا باش يقولكم يجي نهزكم؟ با دي تو، تعيا وانتي تقبض، تعيا وانتي تقبض. على في بالكم الا ماكرون جا على خاطر زينكم على عينكم، ولا خاطر يحب تونس؟ جا على خاطر يحب فرنسا، يحب فرنسا، ايوه يحب فرنسا. ماكرون جاي على خاطر عنده مصالحه، جاي معاه ابان 20 رجل اعمال. شو الفرق بينه وبين اردوغان؟ انا جاب طيارتين وطياره واحده ل 150 رجل اعمال. يعني ماكرون مش عامل من تونس حاجه كبيره كومباري اردوغان. 20 رجل اعمال بلد كامل سي تري بو. تحيا اسرائيل ويحيى فرنسا، تحيا اسرائيل ويحيى فرنسا، تحيا اسرائيل ويحيى فرنسا، وتحيا اسرائيل ويحيى فرنسا. يا عيني